حديثنا مع الدكتور آدم بطاينة، طبيب الباطنية وأيضاً مقدم برنامج شيفرة، حول بناء العادات. نرحب به عبر السكايب. أهلاً وسهلاً فيك دكتور آدم. أهلاً وسهلاً فيكم، وشكراً لك على الاستضافة الرائعة. يعني بداية لابد أن تحدثنا من الناحية الطبية وعلى مستوى الدماغ، كيف نبني العادات أو كيف تبنى العادات؟ فعليا يعني صحتنا بتعتمد بشكل كبير على العادات. يعني صحتنا ممكن نحكي انها نتيجه لتراكم العادات، يعني عبر مده طويله. الواحد اذا تصرف بشكل غير صحي، مثلا دخن سيجاره بيوم واحد، مش راح تتاثر صحته بشكل كبير، بس اذا راكمنا هاي العادات السيئه على فتره طويله، وقتها صحتنا بتتاثر بشكل كبير. وهذا نفس الشيء بالنسبه ل العادات الإيجابية. فعشان هيك مهم جدا إنه نستمر ونبني عادات صحية ونتخلى عن العادات السلبية لفترة طويلة عشان نحافظ على صحة كويسة. نعم، طيب حدثنا يعني على مستوى الدماغ كيف تبنى هذه العادات يا آدم؟ العادات يعني كثير مثيرة للاهتمام، لأنها فعليا هي احنا بنحس ان العادات بتبنى او بنقدر نتحكم فيها، بس هي فعليا العادات تبنى في العقل الباطن. نعم. فالعادات هي يعني بتبنى. ليش المخ بحاول يحول تصرفاتنا لعادات؟ عشان يخلي هاي العادات، او عشان يوفر طاقه. لانه احنا لما نفكر بالشغله بشكل يومي او بشكل كل ما نعمل العاده، عم نصرف طاقه كثير، فبدي يحط هاي التصرفات بالاماكن بالمخ اللي ما بتصرف طاقه، اللي هي بتكون بقاع الدماغ مش بالقشره الدماغيه اللي بتصرف طاقه اكثر. نعم. طيب ذكرت عادة التدخين، عادة صحية سلبية الكل بيحاول يتخلص منها، فخبرنا كيف ممكن يتخلص الشخص من عادة التدخين الصحية أو غير الصحية السلبية؟ تغيير العادات السلبية شيء مهم جدا. الكي أو المفتاح لتغيير العادات هو إنه ما بدنا نكسر العادة. بالعادة يعني الشخص لما يقرر إنه بده يكون عادة جديدة أو يترك عادة قديمة، بيعتمد على الطاقة اللي بتيجي من الحافز لما يقرر هذا الشيء. بس المشكلة إنه التحفيز هذا بينتهي يعني بفترة قصيرة، فما بدنا نعتمد على التحفيز. بدنا نحاول نستبدل العادات الموجودة عندنا بعادات صحية أكثر. فإذا عندنا عادة صحية سيئة مثل التدخين، بدنا نحاول نلاقي أول شيء نفهم إيش الوظيفة اللي بتأديها هاي العادة السيئة، بعدين نستبدلها بعادة صحية بتأدي نفس الوظيفة. وكمان شغلة مهمة بشغلة مثل التدخين، إنه نفكر أو نتعرف على الإشارات اللي بتأدينا للتدخين. فكل عادة بكون فيها إشارة أو إشي بحفزنا إنه ندخن. فلما الواحد يخطر على باله إنه يدخن، أو لما الواحد يخطر على باله إنه يأكل أكل غير صحي، يحاول يفكر إيش الإشي اللي خلاه اللي أدى إنه يفكر بهذا التفكير. بالعادة بيكون وقت معين من اليوم، بيكون حالة نفسية معينة مثل القلق أو التعب، صحبة أشخاص معينين، تصرف معين، أو يعني ممكن تكون أي شيء هاي الإشارة. فلما توصلنا هاي الإشارة، ولما نكون نعرف إن هاي الإشارة راح تأدينا لتصرف معين، وقتها بنقدر نتغلب على هذا الشعور ونحاول نستبدله تصرف آخر. جميل. ربما لكي نفهم بشكل أكبر طريقة التخلص من عادات سلبية وبناء عادات إيجابية، أعتقد دكتور آدم يجب أن تشرح لنا حلقة العادات، إنه أصلاً يعني كيف تبدأ لكي تتكون حلقة العادات وتستمر. فالإشارة اللي حكينا عنها هي بداية حلقة العادات. نعم. بعدين بتيجي الإشارة هاي، بعدين بتأدي لفعل معين أو روتين، فاللي هو مثلا التدخين أو الأكل المعين. بعدين بيجينا المكافأة. فهاي الثلاث أشياء هي حلقة العادات: الإشارة، العمل أو الفعل، بعدين المكافأة. المكافأة بتيجينا مثلا بالشعور اللي بنحصل عليه بعد ما ندخن، مثلا الشعور اللي بنحصل عليه بعد ما ناكل أكل
يعني أكل جاهز مثلاً، بيجينا جرعة من الدوبامين، جرعة من السعادة. ممكن تكون برضو العادات الإيجابية، هي مثلاً لما نلعب رياضة بيجينا برضو شعور بالسعادة، فبرضو ممكن تكون يعني تساعدنا بأنه نبني عادات صحية. نعم. طيب دكتور آدم، يقال في علم النفس أنه اجبر نفسك على القيام بعادة ما لمدة 14 يوم أو 15 يوم، فأنت هون بتتخلص من هاي العادة السلبية. ما رأي الطب في هذه النقطة تحديدا؟ فعليا العلم الحديث بيركز أو بطل يركز على المدة. المدة مش كثير مهمة لتكوين العادة بقدر العواطف، فالعواطف هي اللي بتتحكم بعاداتنا، مش المدة الزمنية أو التكرار. لأنه بيعتاد المخ، يقال إنه المخ بيعتاد على هذه العادة، يقال إذا أجبرت نفسك باللاوعي بصير عندك إياها عادة. نعم، بس عشان نخلي المخ يعتاد عليها لازم نحفز الشعور بالإنجاز والسعادة بعد فعل معين. فإذا عملنا فعل معين وما حبيناه، صعب جدا انه نبني روتين ونبنيه كعاده، فلازم يكون مصاحب للشعور بالانجاز والشعور بالتحفيز، فهذا الشعور بيؤدينا انه نستمر بهاي العاده، وحتى لو كانت حتى لو يعني شغله عملناها مره او مرتين، اذا خلقنا شعور بالانجاز وركزنا على شعور السعاده واعطينا الجسم المكافاه اللي بدور عليها، وقتها راح يتحول هذا الفعل لعاده. نعم. أيضا من الأسئلة المطروحة في هذا المجال أنه إذا أردنا أن نترك عادة سلبية ونبني عادة إيجابية، هل نترك ونبدأ فجأة أم ينصح بالتدرج حتى يعتاد الدماغ على هذه العادة؟ حلو، سؤال مهم كثير، لأنه بالعادة لما يكون عندنا هذا الشعور بالتحفيز بنحط أهداف كبيرة كثير، بس فعليا التجارب والعلم التجريبي بفرجي أنه لما نفصل أهدافنا أو نفصل العادة اللي بدنا نبنيها لعادات صغيرة، بعدين نبلشها بشكل صغير، وقتها هاي بتحفز الهوية تبعتنا الجديدة اللي هي الشخص اللي بيعمل هاي العادة. أعطيك مثال، لو أنا بدي أبني عادة أني ألعب رياضة كل يوم، بدل ما أروح على الجيم وألعب لمدة 60 دقيقة وتمارين شديدة، لو رحت على الجيم 5 دقائق فقط لمدة أسبوع كل يوم، وقتها أنا حفزت الهوية الجديدة تبعتي كشخص بلعب رياضة بشكل مستمر. فبس تصير هاي الشغلة جزء من هويتي، وقتها بنصير نبني على هاي الخمس دقائق ونزيدها لعشرة، 15، ممكن نوصلها لساعة. فأهم شيء إنه نبلش بالخطوة الصغيرة هاي ونستمر فيها ونعطي حالنا المكافأة بعديها، ونحفز إنه تكون جزء من هويتنا الجديدة. طيب بما أنك ذكرت الرياضة، كثير من الأشخاص ممكن أيضا يعني تمارس هذه العادة الصحية على مدار أيام، لكن بعد فترة تزهق كما يقال وتمل. شو ممكن يعمل الشخص هون لما يفقد هذا الحماس، حماس الإنجاز والبدايات؟ بالضبط، الحماس ينتهي دائما، فعشان هيك ما بدنا نعتمد على الحماس، بدنا نكون عادة. فالعادة ما بتحتاج حماس، احنا لما نفرش أسناننا بس نصحى من الصبح ما نحتاج حماس، صح ولا لا؟ نعم. لأنه خلص عندنا هاي العادة، فاحنا بدنا نكون هاي العادة. فلما نفهم حلقة العادة، ولما نفهم إنه ولما نتبع الخطوات هاي اللي حكينا عنها، إنه نصغر العادة لفعل صغير بعدين نربطها بروتين موجود عندنا أوريدي، هاي هي شغلة مهمة. مهم جدا إنه نحاول نكون الروتين عن طريق ربطه بعادة موجودة عندنا أوريدي. فمثلا بعد ما أروح من البيت بحب آكل وأشرب مشروب غازي، ممكن إن نربط إنه نشرب إشي صحي أكثر بدل مشروب غازي بعد الأكل، فإحنا هيك استبدلنا عادة موجودة عندنا أوريدي أو موجودة عندنا، بعدين استبدلناها بإشي صحي بس ما غيرنا الروتين تبعنا، وهاي هي الفكرة الأساسية. جميل، يعني حقيقة نرجو أن يكون هذا العام الجديد بداية لبناء عادات جديدة إيجابية والتخلص من عادات سلبية. شكرا جزيلا الدكتور آدم بطاينة، طبيب الباطنية وأيضا مقدم برنامج شفرة.